بلاتي الحلوين، شفتوا الكريم التحفه الجبار اللي احنا عملناه النهارده ده؟ الكريم ده عملناه ما كلفناش حتى جنيه واحد، كريم ترطيب وتفتيح في نفس الوقت وحلو جدا جدا، ونقدر نستخدمه على الاكواع وعلى الركب، وكمان اي مكان غامق في جسمك تقدري تستخدميه عليه، واي مكان محتاج ترطيب برضو في الجسم تقدري تستخدميه على اي مكان في جسمك، امن جدا وحلو جدا، وجربوه بجد هيعجبكم. كريم جرب يعني عملناه كده من ما فيش، كريم حلو جدا وبجد بيديكي نتيجه احسن من اغلى الكريمات اللي بتتباع في الاسواق. حاضر يا ماما، شايفين شايفين الايدين دي، تفتيح ونضاره تحفه جدا، جربوه وهيعجبكم جدا. ما تنسوش دلوقتي تعملوا لايك للفيديو، يلا انزلوا، انتوا مستنيين ايه؟ اعملوا لايك للفيديو يلا. مساء الخير، اهلا بيكم. النهارده هنعمل كريم تحفه جدا، كريم ترطيب يا بنات، اغلى الكريمات اللي انتوا بتجيبوها من بره هنعملها النهارده في البيت بمكونات بسيطه جدا من قلب بيتك، مش هتجيبي اي حاجه من بره، بس بجد الكريم اللي احنا هنعمله النهارده ده تحفه جدا، مش بس ترطيب للبشره، لا كمان بيدي نضاره حلوه جدا للبشره وتفتيح من اول استخدام بفضل الله. بجد وصفه الكريم اللي هعملها النهارده تحفه جدا جدا، انا ما بعملش غيرها وحلوه جدا، يعني بتفيد البشره بطريقه رهيبه. كمان مش بس كده بتخلصنا من الكلف والنمش وكمان الهالات السوداء، لانها امنه جدا بنحطها تحت العين، مفيش اي مشكله منها خالص، وامنه جدا لمحيط الوجه كله، وتحفه جدا يا بنات. كمان نقدر نستخدمها على الاكواع وعلى الركبه وكمان على الايدين والكعبين وكل الكلام ده، اي منطقه عايزه ترطبيها في جسمك تقدري تستخدمي الكريم ده، تحفه جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشيروه مع كل اصحابكم عشان كل يستفاد معانا، ويلا بينا نبدا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، النهارده الكريم ده حصري عندي انا بس، بجد الكريم ده بتاعي انا شخصيا، انا لما يخلص عندي ببدا اعمله على طول. تمام، اول مكون معايا هيكون اي نوع كريم مرطب عندي، اي نوع. تمام، انا هبدا كده اخد معلقه كريم مرطب كده بالشكل ده، معلقه كبيره كده زي ما انتم شايفين. الكريم ده تحفه جدا، انا بعشقه، كمان ريحته حلوه جدا. تمام كده، وهاخد ايه كمان؟ هاخد معلقه عسل نحل. ايه عسل نحل؟ عسل النحل تحفه جدا، بيقتل اي بكتيريا في البشره وتحفه جدا جدا. هناخد كده معلقه من عسل النحل اهي، معلقه كده بكرم، تحفه جدا عسل النحل للبشره، وكمان بيغذيل البشره جدا وبيديها لمعه حلوه جدا. يعني اللي بيستخدم عسل نحل على بشرته صدقيني كافي عن اي كريمات انت تستخدميها. انا ساعات باخده كده خام كده واحطه على البشره بتاعتي لمده ساعه ولا ساعتين طول ما انا قاعده في البيت كده وبغسل بشرتي، بلاقيها بجد حلوه جدا، بيفتح البشره، بيديها لمعه جميله، وكمان بينعمها ويرطبها حلو جدا. تمام كده، وهبدا اقلب الكريم مع عسل النحل. الناس اللي ما عندهاش عسل نحل او بتستغلى تجيبه او مش في امكانها تجيبه، تقدروا في علب كده صغيره صغيره خالص كده، العلبه تقريبا ب2 جنيه فيها معلقه واحده، تقدري تجيبيها واستخدميها، حلوه جدا على قد الايد يعني. تمام، بس عسل النحل بجد في الوصفه دي بيدي نتيجه حلوه جدا، يا ريت يعني حاولوا، لو انتم ما عندكوش عسل نحل حاولوا تجيبوه من اي مكان، حلو جدا. العلب الصغيره دي ب2 جنيه العلبه مش امر، بس بجد بيدي للوصفه يعني بصوا حلو جدا. تمام كده، وصفتنا سهلة وبسيطة ومكوناتها مش كتير، انا بحاول ابسط لكم اي وصفة انا بنزلها. هنبدأ نحط على المكونات دي معلقة من النشا. تمام، معلقة كده من النشا، معلقة هرمية كبيرة كده هوت، وبرضو هبدأ اقلب المكونات بتاعتي. النشا هنا ليه يا بنات؟ النشا بيفتح البشره جدا، وكمان بيملى المسامات الواسعه، الناس اللي عندها فحر في بشرتها من اثار حب الشباب، الكلام ده كله كل ده بيختفي معايا وانا بستخدم الكريم ده. تمام، الكريم ده ميزته بقى ان انت بتحطيه كده قبل النوم، تحفه جدا، بتقوم الصبح تلاقي بشرتك منوره وزي القمر. طبعا لازم التقليب المستمر لحد ما يبقى كريمي معايا وتحفه جدا. انا مش عايزه اقول لكم الكريم ده هو اتعمل ازاي، اهو كده. اعتقد ان المكونات سهله جدا، ومش يعني بصوا يعني تقدروا كده من غير ما تكتبوها تعرفوها وتعملوها، حلوه جدا جدا.
شايفين الكريم بقى عامل ازاي اهو. لو انت عايزاه اتقل من كده تقدر تضيفي نشا كمان، بس انا بعتقد ان هو كده حلو جدا اهو. لو انت عايزاه تقيل شويه هنحط كمان نص معلقه نشا وهنشوف القوام برضو معاكم. تمام والله يا جماعه الوصفه دي لسه عندي منها جوه، بس انا ما لقيتها حلوه بالشكل ده، انا قلت لازم اعملها لكم عشان تجربوها، بجد خيال. بصوا بقت اتقل سنه كده اهي، تحفه جدا. شايفين قوام كريم ازاي؟ النشا هنا مهم جدا ان انت تحطيه في الوصفه دي، لان بيملى لك الفحر اللي في البشره اللي هي مكان اثار حب الشباب والكلام ده كله. الفحر اللي في البشره دي بتتملي مع الاستخدام المستمر طبعا، بتتملي وبتبقى بشرتك زي القمر، كانك يعني لسه بشرتك كده بتبقى زي بشره البيبيهات اهو. تعالوا بقى كده هنحطه في العلبه بتاعتنا، مكونات بسيطه جدا اهيت، اي حد يقدر يستخدمها او يعملها. هنبدأ بقى نعبيها في العلبة بتاعتنا كده اهوت اهو، اي علبة عندك تقدري تحكميها ومية مغلية وتستخدميها، بتبقى تحفة جدا. احنا اتفقنا الكريم ده مش ترطيب بس، لا يا جماعة ده ترطيب وتفتيح، وكمان بيملى المسامات الواسعة اللي في البشرة وبيفتح لنا البشرة جدا. الناس اللي بشرتهم مش حساسة يقدروا يحطوا عصرة نص ليمونة على المكونات دي، انما اللي بشرتهم حساسة طبعا يبعدوا عن الليمون، لان فعلا بيهيج البشرة وكمان ممكن يحصل لها احمرار. وطبعا اي كريم احنا بنعمله او ماسكات لازم نجربه الاول على الايد كده هوت، هنا هوت كده هوت، او على الرقبة، عشان لو هو بيسبب التهاب ولا حاجة يبقى احنا لسه ما عملناش فيه حاجة. ما ناخدش الوصفة كده نحطها على بشرتنا وخلاص، لان بشرتي مش زي بشرتك، كل واحد ليه بشرة مختلفة عن التاني، فلازم نجرب الاول زي ما بنعمل كده اختبار الحساسية للحقن والكلام ده، لازم نعمل اختبار برضو للماسك الاول، زيادة امان مش اكتر من كده. تمام هناخد بقى من الكريم بتاعنا التحفة ده ونستخدمه على البشرة وشوف التفتيح اللي هيحصل معانا اهو. شايفين تحفة جدا وملمسه ناعم وجميل اهو، شفتوا بقى تحفة جدا، بنحطه كده شايفين اللمعة التحفة دي اهو. كمان اما البشرة تتشربه هتبدأ تفتح اكتر، وبجد حلو جدا الماسك ده. شايفين الايد دي من دي، تحفة جدا جدا، جربوه هيعجبكم جدا. يعني مش عايزه اقول لكم يا ريت تجربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا، من احسن يعني الكريمات اللي انا جربتها للترطيب، حلو جدا جدا، احسن بقى من الكريمات. طبعا في كريمات ترطيب غاليه جدا اسعارها مهوله، وفي طبعا ناس طيبين مش بيقدروا يجيبوا الكريمات دي، تقدروا تعملي الوصفه دي وانت قاعده في قلب بيتك، تحفه جدا وبجد هتديكي نتيجه احسن من اغلى الكريمات اللي هي بتتباع في الاسواق، تحفه جدا. جربوها وما تنسوش بقى تكتبوا لي الوصفة عملت ايه معاكم. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك وكمان تشيروه مع كل حبايبكم عشان كله يستفاد معانا. وفي السلام دايما ختام، مع السلامة.